علميا اين يذهب؟ باب علميا بالتحليل العلمي. هذا تحليل علمي. آه لم يرد في اثر او لا لا تحليل علمي. تحليل علمي من مشاهدات مشاهدات العلماء والبحث العلمي. البحث العلمي يقر هذا. نعم. طب الاعمال الصالحه التي كان يصنعها المؤمن هل تدفع عنه عذاب القبر؟ الله اكبر. ياتي الملكان لحسابه فتقف الصلاه عند راسه. الصلاه التي كان يصليها لا اوتى من قبلي، هكذا تقول الصلاه، تحج عنه. جميل. روح نحت فمه. ياتي القران يقول لا لقد اسهرته ليل نهار وابكيته ليل نهار لا اوتى من قبلي. يروح عن يمينه تأتي الزكاة لا أوتى من قبلي. يروح عن يسار يجي الحج لا أوتى من قبلي. يجي عن رجليه يجي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أوتى من قبلي. فيتركانه ويفرش له قبره حريرا ويرى مقعده من الجنة. فالأعمال الصالحة تحج عن المؤمن. الله مش الناس الكبار بيجيبوا حراسة حواليهم بأموال؟ هذه الحراسة، هات انت حراسة في الدنيا تحرسك في القبر. صحيح. انقطع عمله الا من ثلاث. هو ده العمل الاساسي الذي هذا يظهر هنا. هذا العمل الاساسي، هذا العمل الاساسي. وده قد يخفف لبعض الناس في عذاب القبر من ايه؟ من دعاء الولد الصالح. يقال ان دعاؤنا للاموات ينزل في اطباق من نور تضيء لهم قبورهم. طب الترتيب الذي تفضلتم به هو يعني الصلاه عند الراس؟ نعم يعني هكذا ورد في حديث رسول الله. المفهوم ان الاعمال الصالحه تدافع وتذود عنه، لكن يعني هكذا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه من يعني من الاشياء التي يجب ان يراعيها الانسان. فلنكثر من هذه الاعمال بلا شك. وهذا هو المطلوب من كلامنا عن الوعد الحق. يعني انا صحيح. انا ما زلت اخفف عنك الحلقات. بارك الله في فضيلتك. لان انت عندما تبكي ويبكي المشاهدين طبعا مش هنكمل كده، احنا عايزين نكمل يعني ان شاء الله. ان شاء الله ربنا باذن الله. طيب طب يعني معذره نعود بعد الاعمال الصالحه الى عذاب القبر مره اخرى. ما هي موجبات عذاب القبر؟